مرسوم تنفيذي سيدخل حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة، من شأنه تحسين هامش ربح الخبازين دون رفع سعر الخبز، حيث كلفت اللجنة الوزارية المتتبعة لملف الخبازين بعض المطاحن لتحضير قنطار من الفارينة المختلطة لصناعة الخبز بنوعيته الجيدة، وكانت النتيجة مرضية حسب ما كشفه رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، ما شجع الوزارة على إعطاء موافقتها لتخصيص فارينة لصناعة الخبز. كان الوزير شكل يعني لجنة من إطارات الوزارة باش يقوموا بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية للخبازين تجربة نتاع الفارينة هذه ويشوفوا النتيجة نتاعها. في الخيل رغم نهضروا بكل صراحة، يعني الحكومة حتى وزارة التجارة كل يعني خايفين من الملف هذا، ما هو السبب الله أعلم. كل الملفات نحطت على مستوى الحكومة اندرست وتناقشت وخرجت يعني بنتيجة مهما كانت سلبية أو إيجابية إلا ملف الخباز اللي مازال اليمنى هذا. قلفاط أكد أن الفارينة الخاصة بصناعة الخبز سيكون لها سعر خاص، وهذا للمحافظة على التسعير الحالية للخبز. نهار يوم واحد بعد طاحت عليهم مصالح المراقبة تاع وزارة التجارة وكانت لهم عقوبة كذا، وإنما احنا باش نقضيوا على هذا المشكل نحبسوا الفوضى هذه. التسريع في إصدار مرسوم تنفيذي يجبر الناشطين في المجال على استعمال هذا النوع من الفارينة في صناعة الخبز في أقرب وقت ممكن لتحسين هوامش ربح الخبازين والتخفيف من أعبائهم، بل وقد بات الحل الوحيد لتفادي تصعيد غضب الخبازين.